الجزء الثاني من النظام الوريدي للدماغ هو الأوردة العميقة أو الديب فينز، ودي بتعمل درينج أو تصريف وريدي للمادة البيضاء أو ما تسمى وايت ماتر. وأوردة المخ العميقة بتشمل كل من سالاموستريت فين، سيبتال فين، انترنال سريبرال فين، وبيزال فين أو ما يسمى فينوفرزنثال، وجريت سريبرال فين أو ما يسمى فينوف جالين. السالاموستريت فين بيمر في جروف ما بين السالاموس والكوديت نيوكلاس وبيعمل درينج ليهم هما الاثنين. والوريد الثاني وهو السيبتال فين بيمر للخلف نحو السيبتم بوليسيدم وبيتحد مع السالاموستريت فين فبيكونوا الانترنال سريبرال فين. الانترنال سريبرال فين بيمر للخلف الرأس أسفل السيرد فينتريكال وبيتحد مع البيزال فين أسفل الكوربس كالوزم فبيكونوا الجريت سريبرال فين. البيزال فين أو الفينوفرزنثال بيعمل درينج للبيزال نيوكلياي وللجزء الداخلي من التيمبرال لوب، وبيتحد البيزال فين مع الانترنال سريبرال فين علشان يكونوا الجريت سريبرال فين. والجريت سريبرال فين بيمر بين السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم والباينيال جلاند وبيتحد الجريت سريبرال فين مع الانفيريور ساجيتال ساينس ويكونوا الاثنين مع بعض الستريت ساينس. وفي النهايه كل الاورده بتصب في واحده من الديورال ساينسز ثم الى الانترنال جاجولار فينز. الجزء الثالث والاخير من النظام الوريدي للدماغ هي الاورده السطحيه superficial cortical veins، واللي بتقع على طول سطح نصفي المخ. وظيفه superficial veins هو انها بتعمل درينج لقشره المخ او ما تسمى cerebral cortex، وايضا بتعمل درينج لاجزاء من الوايت ماتر.